يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنهبط في المحاضرة السريعة دي إن شاء الله هنتطرق للحاجات اللي ريليتد للأوضة. الأول بقى الأول سب أوتيك ممبرين أوتيك فالف كاسبيتيتي سوبرا فالفر أوتيك ستروزس انفراد أوتيك أرش كواركتيشن فورطة وشوية حاجات بقى إيه ريك كونديشنز أوتيك الشوست سندروم وكورك سكرو أورطة وبريسيستنت فيف أرش يعني شوية حاجات كده إن شاء الله هنتطرق لها سريعا. انا توتال بوينتس كده اول حاجه بس اول حاجه كده توتال بوينتس ده الاورطه بتاعنا ماشي احنا عندنا ده كله اسمه اورطه مش حدش هيختلف فيه ده الساينس ليفل اورطه ساينسيز عندنا ثلاثه ساينسيز اللي هم الاوت بولجنج الحاجات اللي طالعه من دي جنب طالعه لبره شويه دي الساينسيز اوطى حته في الساينس عندنا طبعا ثلاثة سينسز رايت وليفت ونون رايت كورونري سينس طالع منها رايت كورونري ارتري وليفت كورونري سينس طالع منها ليفت كورونري ارتري ونون كورونري سينس ما بتطلعش كورونري ارتري خالص ماشي ده المفروض اوطى حتة في السينس تمام اسمها نادير ماشي في ناس تقول ان اي دي اي ار نادير هي مشتقة من اللغة من الكلمة العربية نظير لان كان ليها المنظر ده عامل زي القبه المقلوبه كانوا علماء الفلك اللي هم في القرون الوسطى المسلمين زمان كانوا بيسموا يعني لهم حاجات في القفص بتاعهم او في التسميات بتاعتهم السمت اللي هو اعلى حته في الراس عندهم او في يعني ما تخش تفاصيل السمت حته عاليه والمقابل ليها اسمه النظير فهي جت المنظر ده كده تمام طبعا السمت اللي هو قبه كده ايه عامل زي قبه المسجد او الجامعه يعني اعلى حته فيها اسمها السمت المقابل بتاعها كان يرسموا الرسمه بتاعتهم والمقابل بتاعها اسمها النظير جاي كده دي الحته دي اسمها النظير فهم وصفوها بكلمه نظير دي يعني المنظر ده فجت منها نادير نادير يعني اوطى حته ذا لوست موست بوينت اوف دي اوتيك سينسز نادير نادير يعني هناك 3 ناديرز عندنا نادير تحت النون كرونال سينس نادير تحت الرايت كورنر سينس والنادير تحت الليفت كورنر سينس الخط اللي كونكتنج الثلاثة ناديرز مع بعض اسمه انلر بلين وده الليفل بتاع الانلس اورتيك انلس يبقى الانلس دي هي حد الفاصل بين ال في وتي الليفت فنتريكولار اورتيك وده الاورتا خلاص الانلر بلين ذا لاين او ذا بلين كونكتنج ذا لور او ذا لوست موست بوينتس اوف ذا أورتيك سينسز اللي هم الناديرز ثلاثة ناديرز هو خط كده وهمي يعني فاهم ده الانيور بلين ولما أورتيك سينسز الثلاثة دول أو الناديرز دول كونكتد الجنكشن بين الناديرز والأورتيك وول مع الـ اللي بيوتي تحت كده دي الماركر بتاع مين؟ الانيورز أورتيك انيورز يعملوا ايه بالمود طيب المسافه من طبعا خلاص احنا قلنا دي الناديرز ودي الساينسيز الثلاثه والحته دي اسمها تيوبولار اسيندنج اورتا خلاص دي الساينس وده التيوبولار اسيندنج اورتا الجنكشن بتوين التيوبولار اسيندنج اورتا والساينس الحته دي حته كونستريكت دي اسمها ساينو تيوبولار جنكشن اس تي جي ساينو تيوبولار جنكشن خلاص ولذلك بقى الاورتا خلاص احنا كده عرفنا كلمه اورطة دي المفروض ان هي تشمل كل الاستراكشرز انت شايفها دي كلها عشان بس عشان تبقى انت كارد الكيميكال مور سبيسيفيك مور سبيسيفيك لما اقول لك حاجه اسمها تيوبولار اسيندنج اورطة عن بدايته منين تيوبولار اسيندنج اورطة بدايته من هنا ماشي وممتد لغايه الفيرست بريتش اللي هو الرايت بيك اتفاك الاورتيك روت كلمه اورتيك روت هي المسافه الجذر بتاع الاورتو المسافه بتوين الانيولار بلين او الانيولس الى الساينس تيوبولار جنكشن اللي هي بين قوسين الساينس هايت بصوا اهي هي كل ده كان مبينها اورتيك روت هي البورشن بتاع الاورتا فروم ذا ليفل اوف الانيولس اوف ذا اورتيك فالف تل او تو دي ساينس تيوبولار جنكشن هي مسافه من الانيولس حلوه انت شايفينها كده
لو انت ستايل تيوبلر جنكشن المسافه دي اسمها اورتيك روت. خلاص عشان لما تيجي تقرا في تقارير ايكو دايليتد اورتيك روت بتعرف الروت ده يعني الانيمال بلين او الانيمس. الانيمس بتاعت الاورتا مايله ناحيه اليمين 45 درجه ماشي، يعني هي مايله ناحيه اليمين 45 درجه ومايله انتيريورلي انتيريورلي كده 30 درجه، هي مايله ناحيه اليمين 45 درجه وانتيريورلي 30 درجه ماشي. فانا بميل مع ميل الانيمس واجيب الانيمس واجيب الساينس ليفل والسيرتيور جنكشن باخد الكريس كروس لاينز بتاعتي مايله مع ميل الاورتا. خلينا فاكرين الكلمه دي بميل مع ميل الاورتا خلاص، بحيث ان الكريس كروس لاينز اللي زي ما بينهم 90 درجه نحطها في البريند عشان تجيب لي اند اون، اظبط في الكلين بريند عشان احصل على اند اون في الاخر في الساينس والسيرتيور جنكشن والانيمس. طبعا الانيمس لها ازاي تجيب الانيمال بلين دي لها محاضره ثانيه لان هي تخص التالي اكتر. بص البريسايز ميجرمنت بتاعت الانيمال بلين دي اساسيه ومهمه. ده حكيت اول معلومه من اول تكلم بس. مايله ناحيه اليمين 45 درجه وانتيريورلي 30 درجه. ويعني اوت كروت المسافه بين الانيمس والسيرتيور جنكشن دي اسمها ساينس ليفل. انيمال بلين سيرتيور جنكشن تيوبلر سيمنج اوت. تيوبلر سيمنج اوت تيوبلر سيمنج اوت يعني سيرتيور جنكشن دلوقتي الفيست بنش يبقى دي الانيموس تمام ودي الكاسبس بتاعتنا خلاص. خلينا بقى نقول الكاسبس دي الدايره اللي كونكتنج لوست موست بوينت اوف ذا سيرفيسز دول اسمها ايه؟ الناديرز ماشي. وده اسمها ايه؟ الناديرز اللي هي النقط دي وده اللي اسمها الانيموس. والكاسبس دول الثلاثه ماشي بيتلاقوا يعني بيلتقوا فوق خالص مع بعض عند حاجه اسمها الكوميشرز. كوميشر هنا وهنا كوميشر وهنا كوميشر. كوميشر بتوين الرايت والليفت، كوميشر بتوين الليفت والنون، كوميشر بتوين الرايت والنون ماشي. ده انا جبت الاورطة بالظبط كده، جبت الاورطة وشقيته وفردته في الصوره دي. الاورطة اهو وفتحته كده وشقيته كده وفردت عليه خلاص. يبقى البوينت يبقى دي عندي انا عندي انا هنا ايه؟ ثلاثه ساينسز ماشي؟ ليفت كورنر ساينس ورايت كورنر ساينس والورانيه خالص اللي هي في وش الانتر ريتريا سيستم النون كورنر ساينس. الليفت كورنر ساينس طالع منها الليفت كورنر اوتري والرايت كورنر ساينس طالع منها مين؟ الرايت كورنر اوتري. دي الرايت كورنر اوتري اوستر والليفت كورنر اوتري اوستر. اللاين الاوتر حت اوتر ثلاث حتت في الساينس دول اسمها مين؟ ناديرز ماشي. واللاين الكونكتنج او الدايره اللي بتكونكت الثلاثه ناديرز اسمها انيلور فلين ماشي. ودي كلها اسمها اتاتشمنت ودي اسمها اللي هي الفالفز ماشي. الفالفز ماشي الفالف ليفيت او الكسر ماشي. الاتاتشمنت الثلاثه دول ماشي لما يلتقوا مع بعض فوق بيعملوا يعني نقطه الالتقاء بتاعت مثلا الرايت مع النم هنا دي كوميشن والنم مع الليفت هي دي كوميشن والليفت مع الرايت لما في بقى الاورطه اسمها كوميشن. والثلاثه كوميشنز دول بيحددوا الليفل بتاع مين؟ الساينو تيوبلر جنكشن خلاص. يبقى ثلاثه كوميشنز دول ثلاثه كوميشنز مع بعض بيحددوا الساينو تيوبلر جنكشن. بعد الساينو تيوبلر جنكشن التيوبلر سيمنج اوت تيوبلر سيمنج اوت خلاص. وده ساينو تيوبلر جنكشن. دي كانت حته ايه طبعا دي من اللي فيو دي ده كله اللي فيو دي ليفت تبقى فوت لك خلاص. اهميه اللي فيو دي لو في اوبستراكشن لو في سمارت ممبرين لو في كالسيفيكيشنز بتقول الكلام ده كله مهم جدا. ايه الاناتوميكال بوينتس الثانيه اللي عندنا هنا؟ مفيش يعني هنا دي كانت نفس الرسمه بقينا اتاتشمنت ليفت اتاتشمنت والكوميشنز اللي هي النقط دي كواليتيز مع بعض ودي انيمال بلين ودي كلها اسمها ساينس ودي ساينس تيوبر جنكشن ماشي. وده تيوبر سيلينج اوت من ساينس تيوبر جنكشن لغايه الفيست بنش. طيب دي حاجه كمان كنت عايز اقولها بالمناسبه دي خلي بالنا دي اسمها ايه؟ الليفت صح؟ البوكت اللي جوه ده اسمه الساينس ماشي. البوكت اللي جوه ده الساينس كافيتي ماشي اللي هو زي بالظبط الكانجو الجيم اللي هو بالظبط دي ده اسمه الساينس ماشي. والبق يعني كنت بسمع البلج بتاع اللي هو بتاع اللي هو البقر ده. السجن بتاعت الاورطه طبعا بقيت بس الديفينيشن بتاع الاسمس هي المسافه بتوين الليف سكليبيوم والدكتس ليجامنت او البي دي اي لو هي في اللويه بيتي. تعال نقول السجن بتاعت الاورطه احنا لسه في الـ في الـ في الروتين او في لو العيان عنده بارتيشن فورتا الحاجات اللي ديكيتد قوي هقيس الانيوس
الساينس السنتيبر جانكشن التيوبولار السيلي اللي اقطع دلين بالمونري افتر البري بريكيوكيفاليك سيجمنت خلاص الفيرست ترانسفيرز الفيرست ترانسفيرز اللي بين الرايت بريكيوكيفاليك والليفت كومن كارول. طب افترض هما طالعين بكومن ستيم زي كده ماشي في ناس تقول لك تقيس بعدهم على طول اللي اسمها الفيرست ترانسفيرز السكند ترانسفيرز السكند ترانسفيرز اب الليفت بريكيوكيفاليك سبليفين افتر يبقى تاني انيوس ساينس ميد ساينس سيرتيبر جانكشن تيوبلر سيلينج اوف اوت عند مين بالمون الافتر بري بريك كفايه بعد كده تيست ترانسفير سيجمنت اللي هي سيجمنت بتوين رايت بريك كفايه وليفت كومن كاونت لو هم طالعين بكومن ستيم يبقى التيست ترانسفير هيقيسها الناحيه بعد كومن ستيم على طول سكند ترانسفير سيجمنت اللي هي اب الليفت سبليفن الاسمس اللي هي الحته دي وتعريف الاسمس هي المسافه بتوين الليفت سبليفن والضغط الليجمنت طبعا الضغط دايما في الغالب في الكبار بيبقى عليه كلاسيفيكيشنز فانا هعرفه بدايه الكلاسيفيكيشن المسافه بين الاسمس والضغط الليجمنت دي اسمها الاسمس خلاص من اللي لسه فيها الضغط دي ولو لو الضغط دي بيتت هات البي دي اي يبقى المسافه بين اللي لسه فيها والبي دي اي دي اسمس وناس تاني كمان عند السن الاوطى عند المين برمون الارتري هنا واخيرا الاوطى عند الداخل طبعا ايه كل الحكمه اللي فوقها دي مش بقى حلوان في الحاجة الأساسية بتاعت المحاضرة بقى المرة دي الأوت إكسترنز عندنا ده النورمة أورطة ده الليفت فينتركل ده مترال فالف أنتيرو ليفت أنتيرو ليفت وادي الأورتو مايترال فايبرس كونتينوتي زي ما قلنا بكده وده ال في او تي زي ما قلنا بكده إن الليفت فينتركل تري باقايت فلو وبادي وأوت فلو بعد كده الأورتو ده النورمة طيب الاورتيك ستروجز ممكن يبقى في سب تايبس او في تايبس الاورتيك ستروجز في فالفولار اورتيك ستروجز وده موست كومن في سوبرا فالفولار اورتيك ستروجز عن سب ريجكشن في سب فالفولار اورتيك ستروجز يبقى فالفولار سوبرا فالفولار سب فالفولار سب فالفولار سواء كان سب فالفولار ميمبرين او سب اورتيك ميمبرين يعني سب اورتيك ميمبرين او هايبوتروفايد انتر ماسكولار انتر ماسكولار او انتر تيكاسيك الكلام النظري بقى سوبر فالفولار هو السوبر فالفولار اوتوكسونوز از ان انيمال كونستريكشن ات ذا ابر مارجن اوف ذا سينس اوف بازل يعني كونستريكشن عند اعلى حته في السينس السوبر فالفولار السفر ده سوبر اوتوك ميمبرين هو يعني احنا في ناس بتقول لك ان السفر ده ممكن يكون سب اوتوك ميمبرين او ال في ال في او تي في حاجات نادره بقى بيسموها فانل شيب او تانل شيب فانل يعني قمع حاجه مقفوله شفت انت حاجه البتاع اللي هو بتاع الاشاره ده اللي بتحطوه لما تيجي مثلا عايز تفك العجله بتاعت العربيه بتحط قمع كده يعني حاجتين كده عشان مع علامه الانتظار هو ده اسمه فانل فانل اللي في فيه نفس المنظر ده نوع من انواع الاستروجز اللي دي ماشي زي سب اورتيك ميمبرين ده برضه نوع تاني البايت طبعا مش هتكلم في احنا عارفين اورتيك فالف كاسبيتي دي النورمال مصيد الصين في الدستور راي ليفي بتاع الكاسبي وفي السستور هي الفتحه بتاعته اللي هو التراين اللي شيء الباكاسبي اوت ايفال ممكن يكون فرانك اللي باكاسبي يعني هما اتنين كاسبي بس زي كده ده المنظمة في الدستور المنظمة في السستور او يكون فيوجن بين اي اتنين كاسبي رايت رايت والليفت او الليفت او رايت والنون حسب التايبس مش هنقعد في الحته دي سريعا يعني التفصيل كان بيقول لك ان النون دي هي فيسج ايه طريقه سته لو الفيوجن او الفتحه بتاعت القصر دي فتحه اللي هي في السيستور الفتحه دي عموديه على الانتر اتيا سته يبقى هتتكلم في التايب ده مش فاكر كان بيقول لها مثلا تايب بي تايب سي حاجه كده لو الفتحه بتاعت الانتر اتيا سته لو انت رسمت الانتر اتيا سته هنا ولقيت الفتحه هنا بارلل مع الانتر اتيا سته بيديك تايب تاني اهم حاجه احنا بس عشان الناس تقول طيب بتاع نقول الفالف كاسبيتي نعملها اسسمنت بنبص شكلها في الدستور ولازم تشوف الاوبننج في السيستور لان ممكن يكون تراي ليفلت زي كده في الدستور بس الاوبننج بتاعته ايه باي كاسب لازم تبص في السيستور سي تقول هيكونفيرم الدايجنوزس وسيرش في اذر كومبانيشن الحته دي مهمه وانس انت لقيت باي كاسب اوت الفالف شيك على الليسته كلها على التري كلها لقيت باي كاسب اوت الفالف اكسكلود السب اورتيك ميمبرين اكسكلود السوبرا فالفل اورتيك ستونز اكسكلود الانتراكت اورتيك كارش اكسكلود الكواركتيشن اوف اورتا ماشي لقيت كواركتيشن اوف اورتا هات التري من الاول شوف الفالف كاسبيتي لان كواركتيشن اورتا معاك نسبه عاليه باي كاز اورتيك فالف
واكسكلود سبورتنج برين واكسكلود سبورتنج سونز وهكذا. لقيت واحد فيهم شايك على ميت ليست، اي واحد فيهم شوفه شايك على ميت ليست سبورتنج برين، وقيس المسافه بين سبورتنج برين والاوتيك فالف عشان تفرق في نوع العمليه والابروتش بتاع الجراح. الاوتيك فالف كاسبيتي دايما في السيستول، شوف الفتحه بتاعت الفالف دي في السيستول. والسوبرا فالف الاوتيك سونز اسيست احسن في الكورنر رينج. شوف الكلام ده كله في ايه الصور اللي جايه. ده مثال بسيط اهو، بيننا سب اورتيك برين، ده الفالف ليف ازاي، ده سب اورتيك برين، بقيس المسافه بين سب اورتيك برين والنادير بتاع الساينس او بتاع القصر بتاع اللي تحت دي. يعني اقول له مثلا ان المسافه بين سب اورتيك برين والرايت ساينس او الرايت قصر 4 مللي، والمسافه بين سب اورتيك برين والليفت مثلا 6 مللي، ماشي هكذا سب اورتيك برين والرايت قصر. المثال ده برضه كويس، يعني هنا لو افترضت دي رايت كورونال ساينس ودي ليفت كورونال ساينس وده الكاسب الكاسب وده اليمين اوت الكاسب وده ليفت اوت الكاسب. سبورت الكمبرين اقرب لمين؟ للليفت، فهنا جاكس تحتيه على طول، بس في مسافه بين سبورت الكمبرين والبايت. لما تيجي تقيس تقول له تنبهه ان دي مثلا 8 مللي ودي مثلا مللي او 2 مللي. سب اورتيك ممبرين اهو، وده كله ال في تي، وده والفالف ليفت المستوى الفالف ليفت سين ونكون شوارك شويه، بس هنا سب اورتيك ممبرين بعيد عن الفالف. كل ما كان بعيد كل ما كان احسن للجراح، لانه لو تحت الفالف مباشره يخاف يعمل له ريسكشن يعور مين الفالف ليفت. فكل ما كان بعيد كل ما كان احسن له. حتى بتقول له المسافه بتقول سب اورتيك ممبرين والكاسب ليفت زي كده، المسافه بتقول سب اورتيك ممبرين والكورسبوندنج كاسب ليفت. وتقدر تقول الشيب بتاع سب اورتيك ممبرين هل هو اكسنتريك كونسنتريك؟ الكلام ده كله يعني سهل لو فاهم معاك. نفس الكلام سب اورتيك ممبرين في ال في تي بتجيبه فين؟ في ال في تي فيوز ال في تي كرونر وسجتر، اللي هو ده السجتر اللي هو 3 تشامبر ال في تي سجتر 3 تشامبر بتتم وده الكرونر كرونر اللي هو كرونر ال في تي اللي هو الكورونا برين العادي بتاعك. خلاص؟ يجيب 7 اورتيك ممبرين. الايتم الثاني سوبر رابر اورتيك سترونجز. ده اورتيك سترونجز عاد فوق مستوى مين؟ اورتيك سايد. تقدر تشوف فيه كده. سوبر رابر اورتيك سترونجز. سوبر رابر اورتيك سترونجز. كونستريكشن ده كله. ده حته كامله على بعضها. سوبر رابر. زائد هنا يعني هنا في الصوره دي بين لنا ثلاثه تايبس اوف سترونجز. 7 اورتيك ممبرين. ثيكن اورتيك فالف ليفت المفروض الفالف ليفت دي ما تعديش يعني بيقول لك هي بيبر ثين ثير لاين ملي 2 ملي ما تعديش 2 ملي ثيكن اورتيك فالف سنوز وسوبرا فالفلر اورتيك سنوز في الصوره دي. نفس الكلام هنا سوبرا فالفلر اورتيك سنوز شايفين ساينس شايفين تو بقسم الاورتيك يبقى احسن في الكرونيك ده السلايد الثالث لما قلناها يبقى في الكرونيك احسن ثيكن اورتيك فالف ليفت سوبرا فالفلر اورتيك سنوز في الكرونيك دي مع سبورتنج نفس الكلام في سوبر فالفلا او في كونستريكشن اهو في فوق مستوى الساينس كده شرط وتحت تيوب السن الاول 3 دي حلو جدا فيه ماشي منظر 3 دي مقتنع ان هنا في كونستريكشن شايفين الساينس قد ايه شايفين الساينس تيوب جوش بعد كده تيوب السن الاول بص سنوت الدريكشن تكتب بقى تراي ده الدرافت بتاع الايه الحاله زي بتاعت السوبر فالف اورتيك سترونجز بنعلق على الاورتيك فالف كاسبيلتي والبي سي انيموس والاي دي تي والاكسكلود السب اورتيك ممبرين بعد كده اوت ميجرز كذا كذا عن الساينس وكذا عن سنتور جنكشن ونحط الميجرز دي في عزيز كور ماشي لازم نحط عزيز كور عشان نلاقي التراكم الحته الكورس دي اكثر من ماينس 2 ولا ايه برضه عشان هي سيجنفكت ولا ايه سوبر فالف اورتيك سترونجز الصوره دي مبينه ايه؟ الفالف كاسبيلتي في السيستول باي كاسبيلت او تبدا ودي بقى اللي جاي بوق السمك باي كاسبيلت او باي كاسبيلت ده لايف مفيش لا فيه ولا حاجه هم اتنين كاسبيلت ممكن تلاقي ساينس او مثلا الليفت في حاله زي كده الليفت كونسنس لوحدها كده انيوزما دايت هي بقيه السيرفيس كويسين بقيت اوت ما فيش حاجه بس تلاقي السيارة دي لوحدها اتغليت لوحدها
من غير تدخل براحة مش هيتروجينيك ولا أي واحدة كده كميشن كمان كواتريشن فوقة أشهر حاجة اللي هو جاكس ربطر ده مفت مطعي يجي دكتر فيه مفت ربطر أو جاكس ربطر السيتي رول هاي كونفيرم ويدسكرايب الاناتومي والاسوشيشن بقى الاول بقى اللي كان اول دي سبورتد من برين باكاز باكاز اوت باك فاسبيلي سو كان باك فاسبيلي او لا شو بقى بتاع سمول بتاع كراش بتاع شو بقى كله بيقول بقى تقدر تحدد ليفل اوف كوكتيشن المسافه بين الكوكتيشن ليفل والديف سبليمنت شو كيف مع ده مثلا بين سيج تجويد سيج تجويد حلو جدا في الكوكتيشن فوطه والبي دي سيج تجويد ممتاز جدا فيه طيب كورتيشن just لسه تومي نفسه كده وهتلاقي بقى اكسسوري ساينز علامه ثانيه يقول لك ان ده سيجنيفيك غيرت الريما والليما ماشي الرايت كده بقى العطر والليفت كده بقى العطر طيب في حاجه هنا مهمه بمناسبه الريما والليما انت لقيت غيرت الريما والليما في الغالب ده كورتيشن فوطه هتشك في كورتيشن فوطه ماشي فبتفترض ده ايه غيرت الليما بس دي حالة كانت كيس ريبورت واحنا شفتها وانا شوفها من فوق يعني لو ليتد ليفت انتر انما الاخر اي يعني رايت نورمال والحد اللي اتكلمكم عنها كان رايت كان عندي كان جاي ديزني كان سفير كان عندي ديزني وماي تشيست بيل ومش عارف ايه وده جه يعمل سيتي كورنر انجوز الكورنر بتاعته طلعت نورمال وانا بعمل بوست بروسيسنج وشايف بقى على الليسته بقى يبقى ده الاكسترا كاردياك وبعد بص تشيست هو لقيت الليفت انتر انما الاخر 7 مللي ورايت تاني نمبر اكتر ملي ونص او 2 طب يعني هل يعقل يعني ده مش طبيعي ففكرت في كوارتيشن فورتا وصلت لو كوارتيشن فورتا المفروض الريما الثانيه تكون دايليتد يعني اشمعنى دي دايليتد دي لا من هنا بقى طبعا جبنا العين تاني وعملنا له كارديا كام ار اي عملنا له خدنا امبلين وفرودين بعد كده عملنا له انجيوغرافي طلع في كوارتيشن فورتا وعملنا له سي تي اي ديديكيتد بقى سي تي انجيوغرافي وطلع كوارتيشن فورتا ولكن دعامه والعين ده ان شاء الله اتحسن جدا جدا وكان تقريبا خلاص كان هيبقى فيريفاي نورمال هنا بقى تكون يعني الصوره دي الصراحه يعني معلش بس المحاضره دي مش رسم ماشي عشان بس يعني حطيتها كومنتس وبتاع الناس ما تلاقيش يعني الريما والليما الدايلتيشن يساوي ايزر كورتيشن او اوكلوجن لسه لو في حاجه لسه في لسه لابدون العوطه في الكونفيشن نورمال الحاجات دي افراينا الاورطة بعوطة توتال اكيوري شفتها كده في تاي ريما وريما ضايلتر عشان الاكتئاس كلها ترانز يعني الجاستريك بيسلز والكيلو الجاستريك واللور ريما طب لقيت الليما حتى ليما مهمة جدا جدا لقيت الليما لو انت لقيت الليما هي الضايلتر شك بقى ليف سايد الاورتك ارش والابلان رايت سبكليفير ارتر والاورجن بتاع الابلان رايت سبكليفير يا اما بعد الكوركتيشن يا اما عند الكوركتيشن ليه؟ لانه الريما هي طبعا مين؟ مرات سبكليفيان، مرات سبكليفيان ده لو طالع قبل الكوركتيشن الريما هتبقى هايبوتوفايل، ان البشر هيبقى فيه عالي قبل الكوركتيشن ويوصل دم من بعد الكوركتيشن، انما لو طالع عند الكوركتيشن او بعد الكوركتيشن مش هيحصل الكلام ده، يحصل ايزوليتد في الحاله زي كده ليما دايلاتيشن. العكس تماما بقى في الريما، لو لقيت الريما هي اللي دايلاتد الرايت تيري ممبر ارتري هو اللي دايلاتد والليفت تيري ممبر ارتري نورمال، يعني ده تلاقيه مثلا 5 6 مللي 6 مللي والليفت تيري ممبر ارتري مللي 2 مللي. ساعتها تفكر في رايت سايد الاورتيك ارش والابرال ليف سبليفيان ارتري والابرال ليف سبليفيان ده اللي مد الليما اللي مش هايبرتروفايد طالع عند مستوى الكوركتيشن او بعد الكوركتيشن خلاص انا في حاله كنت وقتها كونجينيتال مع القلب انا فاكر يعني مش بسيط على القرش بسرعه كده يعني ما لاحظتش موضوع الكوركتيشن كان في بري دكتور كوركتيشن فما عرفتش يعني بس يعني ما انتبهتش للموضوع ده غير بالهايبوتروفايد دي القديمة او موضوع انت تشك في موضوع الابيرنس ارتريك لانه طالع بعد الكوركتيشن لما تلاقي فيسل واحد بس سواء كان ليما او ليما هو اللي هايبوتروفايد تقدر تشك في كل السيجمنت مايد كوركتيشن حتى السيجمنت دي صغيره طبعا تقيس الاسات دي كلها تحطها على السكور ماشي تشيل كده تحط في الاسات دي كلها في حاجه اسمها دكتس دايفرتيكولم ضغطس دايفرتيكولم البي دي اي لما بتقفل ممكن تلاقي بقى البي دي اي كونكتنج ليه الحته دي السن ده مع الميبا من الاخر طب هي بتقفل دلوقتي و البط بتاعها قفل
البالونه دي اتقفلت والحته اللي عند الاورتو كان ضعيفه شويه او حصل بلج من الاورتو فيه او ما قفلتش كويس بيسموه ضغطس دايفرتيكل. ضغطس دايفرتيكل يا اما تكون عند الاورتو كان او البالونه دي تلاقي حته كده نتوء طالع من مين بالونه الاورتو حته بزه كده تبدا النيريزم زي شكل النيريزم كده شويه ده مش النيريزم ده ضغطس دايفرتيكل عند البالونه دي او ضغطس دايفرتيكل عند او البالونه الاورتو مش ضغطس دايفرتيكل. طيب برضه لا تايب كورتيشن فوق في الـ DH فوق كده اهو كورتيشن فوق في الـ DH ممكن يكون سيجمنت يعني مش حته بس ممكن يكون الكورتيشن سيجمنت على بعضها 7 مللي بس ده كله اه سيجمنت 7 مللي ماشي في الترجمه الاورشن دي فوق يعني فوق الهيبوبليزيا يعني او يعني الكورتيشن ممكن يبقى لونج قوي كده ممكن فوق ممكن يكون لونج سيجمنت ممكن يكون كده بس كان يقول لك الايه انك انت بتقيس بقى الكوارتيشن فورتا وبتحط على زي سكور حته بتاعت الكوارتيشن والديستنس بتاعت الكوارتيشن والسبتريديال والكلام ده كله يعني بس هو مش والتشيك اوت اوف كاسبيلتي والتشيك نفس الكلام سوبر اوت اوف او سب اوت اوف كاسبيلتي سوبر اوت اوف سترونجز الليسته اللي احنا قلناها الديفرنشال بتاعه بقى سوبر كوارتيشن فورتا سوبر كوارتيشن فورتا هو الونجيتد او باكن ديستال ارش هو مش ترو كوركتيشن هو ما عرفوش بقى كولاترز ترو كوركتيشن هتلاقي السن الاورطة فيه كولاترز بتملى ايه الحته بوست كوركتيشن ليفل كولاترز في فيروبيت نوتشن انما السولو كوركتيشن مفيش كولاترز مفيش سيجنيفيكال كوركتيشن مفيش كوركتيشن هو بس الحته طويله ان السيجمنت بتاعت الاورطة دي طويله او الديستال الاش طويله وعملت باكلي التالت على نفسها عملت حاجه زي لوب كده واخد بالك فما فيش فيه كولاترز لو عملت طبعا جود ستاندرد من الاسطان مفيش بريشر جريدينت اي كوانتيشن او اي دي هيبقى فيه بريشر جريدينت قبل وبعد التعرض مفيش الا بريشر جريدينت زي ما قلنا الجود ستاندرد من الاسطان ما هوش انلايك الترو كوانتيشن مفيش كولاترز ولا فيه في موتشي بس حاجه زي كده باكن تبي تقوى شويه سودو كوركتيشن مش تلاقي كلها تنسبانيا دي سيبه الريمير بتاعه طبعا ده مش موضوعنا اندر يعني هيقيس بقى هيشيل كير انز دور يصوم ويعمل استموز ال تو ال يقيس كير انز دور يعمل استموز في حاجه اسمها سكريديا فلاب بتشرح عشان بيعملها بيقفل السكريديا وبياخد الحته دي ويفتح حتى الكوارتيك دي ويرقعها بحيث ان هو ايه عمل دايتيشن ليها ما عادش حد بيعمل دي ولا حد بيعمل دي اللي بتعمل دلوقتي حاليا هي دي اللي هي الباتش اوت تو باست ده ما نفس ما نعملش غير بعدين نفسنا بالتفصيل دي التراب ده اوت كاش هي التراب ده اوت كاش سريعا احنا كل سيجمنت هناك لها قصه في الجيولوجي بس انا مش هتطلع فيها الناس دلوقتي مش هتقدر تستوعب الحته بتاعت البيولوجي خالص بس كل سيجمنت من الاورتيك ارش طالعه من ديفرنت اوريجن الحته اللي هي مثلا بريفيك انتفاليك او الحته اللي بعد السبتريفيان يعني بتاعت التايب بريفيك انتفاليك ارتري واللي هي فيست ترانسفيرس وسكند ترانسفيرس لها اوريجن والحته اللي اسمص لها اوريجن كل واحده دي لها اوريجن في البيولوجي لو حصل فيها اتريسيم ما تفتحتش بدل تراك الاورتيك ارش مش هتكمل معاك الطيب بتاعته ثلاثة تايبس هنبدا مثلا من ورا من حاجه زي كوركتيشن بس الكوركتيشن في كونكشن بين ديستال ارش والسن الاول فافترض مفيش كونكشن خالص يبقى في اسمها الترابط اوبتيك ارش الترابط اوبتيك ارش طيب سي طيب ايه اعتقد طيب ايه طيب بي في النص طيب سي بوست بريكوسيفاليك انا حافظها كده طيب سي بص بريكيو سيفالي او بريكيو سيفالي طيب بي في النص السكند تايمز بيس طيب ايه مكان الكوركتيشن فوق هنشوف هنا السيتولول هنا الاتو بتاع الاورطا والاسوشيال ديفيجن وقيس الانتربشن جاب الجاب بتوين هي جاب يعني شايفين هنا مثلا في المثال ده ان السن الاورطا اهو طالع انت رايت بريكيو سيفالي بعد كده ليف كومان كارول بعد كده ليف سابليجن بعد كده مفيش ارش مكمل مفيش اي كونكشن بين الاس
السن الجوف او القرش يعني هو السن الجوف الاورطه السن اللي مالي عن طريق مين البي دي بنسميها داكتس ديبندنت سيستميك سيركيوليشن يعني سيستميك سيركيوليشن معتمد على البي دي بس تي تقول برضك ياكد يقول لك البي دي اساس ده حد ايه يقدر يقيسه كويس عشان في حاله كريتيكال زي هوريت دلوقتي الحاله دي كريتيكال شايفين البي دي عباره ايه كلوزنج بي دي خلاص ايه المشكله ان هيحصل هنا شوت داون تعمل ريستارت ما يقومش شوت داون خلاص اهو السن الجوهره بيدي رايت بيك كفايه تكون كارد ليس بليجن بعد كده القرش بقيت القرش مش كلها في البي سي دي واتش تايب ده طيب ايه انترابت جوهره القرش الرول بتاع السي تي يأسس الانترابشن جاب حوالي قد ايه من هنا لهنا تقريبا يعني زي يأسس السيستم سيركيشن يعني ده الارجنت فور اوبريشن ده العيان ده يعني لما جالي مكتوب تاني بعته في نفس اليوم اتصلت بالمركز كلموا ده ارجنت فور ليه فور سيرجي ليه ده البي دي ايه خلاص مش هيفرق ده منظر بتاع كانت في حته كده يعني تأملات يعني كده خواطر كانت تقول لك اليد العليا خير من اليد الايه؟ السفلى صح؟ مين اللي بيدي؟ هنا يعني ده حاجه كده تخص الضغط المورفولوجي مين اللي بيدي هنا الاورطه؟ البلمونري صح؟ الضغط هنا بتاخد رد من مين؟ من البلمونري لمين؟ للاورطه فتلاقي البلمونري اند اعلى من الاورطه كده البلمونري اند هي نادي العليا الاورطه كده انت هي اللي دي على عكس لو البالونه ده حصل فيه بالونه الاتريزيا بالونه الفالفولار اتريزيا والبالونري ارتريز دي بيندنت على الضغط اللي هي جايه من مين من السن الجوهره ساعتها ايه نقول ضغطس دي بيندنت بالونري سيركيوليشن عكس دي ضغطس دي بيندنت سيستميك دي كانت ضغطس دي بيندنت ساعتها البي دي الاورتك اند اعلى من البالونري اللي هي العليا اللي بتدي هي احب هي الاعلى يعني اللي بيدي هو خلاص زي هنا ده اللي بيدي خلاص عكس تماما في البالونه دي تريسي ان الضغط البالونه دي هنا او الاورطه كده هتبقى اعلى هنا طيب بي ضغط اورطه قرش هسيب الاورطه ايه الدرجه دي كفايه كنت تكون مكروته بعد كده الجاب اهي بعد كده الضغط مايل لسن الاورطه والليفت بيك كفايه هو الليفت سبليفر للاسف طلع من السن الديستال قرش الحته دي الترابط مش موجوده الحته دي القرش سكند ترانسفير سيجنال مش موجود خلاص طيب بي في بقى تايب سي اللي هو اللي هو القرش اللي هو الاسن اللي هو طلع وده رايت بريك كفالي بعد كده ما كملش كده القرش اتربط واللفس كومن كارد واللفس كريجن طالعين بالديستا القرش من البي دي بعد كده من اللي هو متنزل البي دي ده مش بتشوف هي ولا حاجه اصلا اللي هو تايب سي خلاص حاجة بس كده يعني اسمين اسمين انوريزم ادواتيشن وانزا السن اللي هو شايفين ايه رايكم ده ليفت فنتركل ان دي او تي ساينس بريزنتد وسايتو جاكشن ميزونوميا مش دايليتد بعد كده هيوج دايليتيشن للسن اللي هو شوف لا السن اللي هو انوريزم حتى ضاغط على الرايت بامون الاخر عامل فيه جيل ستوري بكتبه فده يعني تاني ده يعني اورطه وتلم له هارت حاجه زي كده يعني في طفله 12 سنه انا حاجه كده كتير في الكونديشنز بقى اللي هي الاورطه التشخص سندروم اللي الاورطه نفسه بشكل التشخص بيحصل ازاي هي مشكلته بس اللي بيحصل اكتيزيا ودايليتيشن هو بيتابع كل فتره كل فتره بيعمل سكي كل سنه كل فتره شهور على حسب عشان يشوف السايز بتاع الانوريزم بتاعه الانوريزم ما بيجيش بس اللي بقى لو عنده انوريزم ثانيه او كتير في بيت البيسس ممكن يكون في السطرين ده في بيت الكفالي بيتابع بقى كل فتره عشان ممكن الانوريزم ده يرشح شفتوا الحاله اللي فاتت دي 12 سنه اورطه وطلع له هارت لا مش هنا لا دي بدون هو يعني عم بقى يعني كم سنة
كان 12 اكتر 12 مش فاكر اكتر من 12 اكتر من 12 بس شايفين هنا السنت تو جنكشن بريزيرف بريزيرف ماشي بريزيرف سنت تو جنكشن ماشي بكم في الكونديشنز اللي هي الاوتو تشوست بروم دي حاله نفس الكلام سيرفيكال اورتيكال لو القرش طلع اباف الليفل بتاع الكلافيكل بيسميه سيرفيكال اورتيكال ده ناس كده بسطايل النيك فوق الزمان نون تاتش مش باين حتى في حاجه اسمها جوثيك اورتيك قرش جوثيك اورتيك قرش اللي هي شايفين الجوثيك قرش ده كان السطح بتاع الكنائس الكنائس في العصور الوسطى في اوروبا السطح بتاعها كان عامل كده فهي بتوصف الحته اللي في الديستا قرش بتاع القرش اللي هي المنظر ده اللي هو المنظر ده اسمه جوثيك كونفجريشن شوست قرش اللي هو هاي جنكشن بيسندنج مع الديستا قرش زي التراجلر او اللي بيت الديستا موشنز قرش اللي هو شكل التراجلر الاهميه هي اسوشيتد بهايبرتنشن وماسكولار انتيز ماسكولار ستيفنس عشان بس يبقى عارف المنظر ده مش ده الطبيعي وكان عنده طبعا ايه سوبر فالف اورتيك ستينوزس وثيكند اورتيك فالف ليفلت وسب اورتيك ميمبرين كان متشابك سب اورتيك ميمبرين وثيكند اورتيك فالف ليفلت اورتيك ستينوزس وسوبر فالف اورتيك ستينوزس وعنده جوثيك اورتيك ارش الباسكولار رينج الباسكولار رينج طبعا هي ان شاء الله في شويه الكلام ده كله بس حاجه ثانيه هي بس عشان بس ايه دبل اوت كارش اكتر حاجه اسمها فور فيسل ساين باجي في الاجزاء شايفين الصوره دي دبل اوت كارش في واحد رايت اهو طبعا انا بحدد الارش ساينس بعلاقته بالتركيه بالاجزاء محدش يحدد هنا كورنا ولا سيكتور ولا خيل الاجزاء الارش على يمين التركيه رايت سايد اوت كارش الارش على شمال التركيه رايت سايد اوت كارش في كذا كونفيجوريشن يعني افترض طبيعي فاكرين الموزه بتقوم مرفوع فوق فالليت سايد اوت كارش بيجي من هنا كده صح وقدام ينزل هنا كده قدام مين التراكيه ده كده ليت سايد اوت كارش ممكن يجي من هنا ينزل كده برضك ليت سايد اوت كارش سواء كان جه من عند اليمين للشمال وهي في الحاله دي هيبقى ايه على شمال التراكيه او من الشمال للشمال لكن ليت سايد اوت كارش كذلك في الرايت رايت سايد اوت كارش يجي كده او من هنا كده خلاص ايه بقى الفور فيسل ساين لما تيجي تقرا ايرلي اكسبت اول قطات بعد القرش على طول هتلاقي ايه اربعه فيسلز كده اللي هم الكارودود اليمين والسبليفن اليمين والكارودود الشمال والسبليفن الشمال انا بقى جودت فحطيت التاتش المصري وقلت لك في حاجه اسمها عندي يعني حاجه اسمها 6 فيسل ساين لما تكون الفرتبره طالعه من هنا والفرتبره طالعه من هنا زي دي كده طيب دايما بقى بيقول لك ان الرايت ارش هو الدوميننت دوميننت ليه اعلى في هاير في الليفل واكبر ملي او 2 ملي في الدايمتر لما تيجي تبص ده الرايت ارش شايفين وده الليفت ارش مين اعلى الرايت فتقول بقى الرايت ده دوميننت الكلام ده توصيف يعني كل ده كله توصيف تيجي تاخد في الكورونال اند اون هتلاقي ده في الاند اون بتاعه اكبر شويه من الليفت ارش وكل ارش بيدي اكسيلاترال كاروتيك وسبريفن بتاعه كوميت فاسكولار بيبقى خلاص في حاجه لما تلاقي اتنين ارشز جنب بعض طب لو لقيت اتنين ارشز فوق بعض واحد فوق التاني بنسمي ده بريزيستنت فيفث اورتيك ارش بريزيستنت فيفث دي كسر ممكن عندنا بريزيستنت فيفث اورتيك ارش شايف المنظر بيبان في السيجيتال كان في ديسكتنج فلاتس مش ديسكتنج فلاتس ده جاب بتقول اتنين ارشز فهم لو اتنين جنب بعض دبل اورتيك ارش اتنين فوق بعض
resistant فيفس اوبتيك 10. ابرنت خلاص فاضل 3 سلايدز خلاص. موضوع الابرنت التقليدي الابرنت او ابرنت بس بسميها كده بس بسميها كده تقليدي اكتر. انا طلع حاجه كده بسيطه والحمد لله ماشي زي الفل. انا مسميه الابن العار سكريبن ارتري ده الابن العار. ممكن هو لو انت عندك حالات ابرنت سكريبن ما بيسمعش كلام ابوه اللي هو الاوت كاش. لو الاوت كاش يقول يمين هو لما حالات الار هو يمشي شمال وبياخد اخوه الاولاني اللي هو الكاروتيد في سكته في السايد بتاعه يعني. فمع الرايت سايد اوت كاش مع الرايت سايد اوت كاش هتلاقي ابرنت ليف سكريبن واول برانش ليفت كومن كاروتيد. اول برانش ليفت كومن كاروتيد ثاني برانش رايت كومن كاروتيد ثالث برانش رايت سبكليفر اخر برانش الابرنت ليف سبكليفر. طب عكس لو ليفت سايد اورتيك ارش هيبقى معاه ابرنت رايت سبكليفر واو برانش رايت كومن كاروتيد بياخد اخوه الاولاني بس كده رايت كومن كاروتيد ثاني برانش ليفت كومن كاروتيد ثالث برانش ليف سبكليفر واخر برانش هو الابرنت رايت سبكليفر. ده احيانا كمان الابن العاق ده بيسيب البيت خالص ويطلع من مين؟ من المين بدون الارش. بتلاقي ابرنت ليف سبكليفر او انومالس ليف سبكليفر طالع من مين بدون الارش. يعني انا ما سيف سطيف انا اختي طالع من مين بالون ده ادي البالون ده اختي اهو ادي الار بي اي ومين بي تلاقي ده كور انا ما سيف سطيف. خلي بالنا ممكن يجي كذا كونفيجريشن ممكن تلاقي يعني ممكن تلاقي الخلع ان هو طالع فتحه صغيره خالص. فخلي بالك ممكن بيبقى تلاقي البوكس واسيب من اتنويتد بتاعك بعد كده بيملى كويس يعني تلاقي حته فتحه زي كده يعني ده رايس اوت كاش وعامل ابرنت مين لسه كليف البروكس واسيب بتاعت لسه قبل لسه كده صغير بعد كده بتطلع في قطس اعلى تلاقي البيس بيجن وصل للنورمال ديامتر بتاعه ليفل كام. يبقى انا مع الاب مع الرايس اوت مع الابرنت هنا انا جيت قلت لك ده ابرنت لسه كليف معاه رايس اوت كاش يبقى هو برانش مين؟ ليفت كومن كارد تاني برانش رايت كومن كارد تالت برانش راس كبير اخر برانش ابرنت ليفت سبير وهكذا. جزاك الله خير. Any questions?